السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عملنا الجيلي كله في البيت. حبايب قلبي اوفر واحسن كتير من اللي بتيجي من بره. شايفين حبايب قلبي عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، حبايب قلبي ما شاء الله، حاجة كده تحفة. ما عنديش حبايب، انا حبايب قلبي انا القطاعات بتاعت اللي عملتهم في ايه حبايب قلبي بتاعت الجيلي كولا، معيش ما عنديش السيليكون بتاع الجيلي كولا. الجيش قال لك اتصرفوا، عملنا ايه؟ عملناهم في الكب كيك السيليكون حبايب قلبي. ما عنديش غير قطعه واحده بس على شكل فيل كده زي ما انتم شايفين، عملناها حبايب قلبي ما شاء الله ما شاء الله. الجيش قال لك اتصرفي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يا رب تجربوا الطريقه بتاعتي وتعجبكم الفيديو، نقول اعجابكم اوفر كتير يا حبايب قلبي من ان احنا نجيبه من بره. الولاد بيروحوا يشتروا كيسه قد كده صغننه فيها كام قطعه غاليه، احنا نعملها في البيت انضف واحسن حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك لو الفيديو عجبكم، اعملوا له شير واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يلا بينا على المطبخ وشوف احنا عملنا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح، نجعلهم عن ظهر غايب، ربنا يفك كربهم ويصلح حالهم وحالنا وحال المسلمين. يا رب حبايب قلبي فعلا يكون عيد سعيد عليهم ان شاء الله باذن الله، ويجعل نصرهم قريب. الا ان نصر الله قريب، يا رب يجعل نصرهم قريب ان شاء الله، ويكفيهم شر اللي يتوق شر ويأمنهم من جوه ويتعموا من خوف ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي ربنا يصلح حالنا وحالهم وحال المسلمين اجمعين. ما ننسونش حبايب قلبي في الايام المفترقه دي، كل سنه وانتم طيبين وعد عليكم الايام بخير. يا رب حبايب قلبي يجعل نصرهم قريب ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي الفيديو بتاعنا عباره عن ايه؟ عن ان احنا هنعمل الجيلي كولا في البيت. تمام كده حبايب قلبي؟ طبعا بنجيب المنتج المصري بتاعنا، تمام؟ مش بنجيب المقاطعه. مكوناته ايه حبايب قلبي؟ بالمعلقه المعياريه دي حبايب قلبي حطيت هنا معلقتين هرميه جيلي كولا جيلاتينه حلال، ومعاها معلقه صغيره حبايب قلبي، تمام كده؟ يبقى معلقتين كبار ومعلقه شاي صغيره. ومعانا كمان معلقه سكر، تمام حبيب قلبي هنحتاجوها برضو معلقه هرميه، وهنحتاجوا معلقه عسل جلوكوز. عندك عسل نحل ماشي، بس هو يفضل العسل الجلوكوز، تمام كده. ومعانا هناخد كوبايه كوكا كولا حبايب قلبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان انا هاخد نص الاول. هنحتاج كوباية تعتبر على بعضها كده حبايب قلبي، ماشي كده ادي نص اهو. هنفضيه في قلب ايه؟ الحلة، تمام. وهناخد نص كمان، بس تهدى بس عشان خاطر ايه نبقى اخدين النص بالظبط كده معانا. بسم الله ما شاء الله كده حبايبي ادي نص اهو زي ما انتم شايفين. هنفضيه فين؟ على الجيلاتين. ونقلب بقى حبايب قلبي كده، هنقلبها كده لحد ما الجيلاتينه تتذوب معانا مع الكوكاكولا كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. نتاكد حبايب قلبي ان احنا ايه، انها ذابت تمام معانا، لان دي هتتركن على جنب لحد ما نشوف احنا بقيه المكونات معانا ايه. بسم الله ما شاء الله. يا ريت يا حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم تعملوا شير وتفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد، تمام كده حبايب قلبي. ولادنا بتحب الحاجات ديت وتروح تشتريها وبيشتروها كام واحده كده، كام حبايه كده في قلب كيس. طب احنا على ايه حبايب قلبي؟ احنا نعملها في البيت افضل. طبعا الجيلاتين اللي انا جايباه جيلاتين حلال، بتروحي للعطار او مستلزمات الحلواني بتقول له عايزه جيلاتين بس جيلاتين حلال، تمام كده. كده حبايبي زي ما انتم شايفين دوبنا كل الجيلاتين في قلب الكوكاكولا بتاعتنا ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يصلح حالي وحالكم حبايبي، وينولنا كل اللي نفسنا فيه ان شاء الله، ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. ارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين، اللهم امين. كده حبايب قلبي هحط بقى هنا معايا معلقه سكر هرميه كده زي ما انا حطيت، تمام. هنركن بقى الجيلي الكاكولا بالجيلاتين، وهناخد عسل جلوكوز حبايب قلبي برضو. هنحط كده معلقه ايه حلوه كده برضو، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز حبايبي كده، وهنرفعهم ان شاء الله على النار. وارجع معاكم تاني، خليكم معايا.
خليكم معايا يا حبايبي. بس حبايب قلبي كده دوبنا العسل الجلوكوز ومعلقه السكر في قلب الايه الكوكا كولا. تمام كده كده حبايب قلبي هنسيبها على النار لحد ما تغلي. اول ما تغلي هننزل بقيه المكونات مع بعض كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. حبايب قلبي اكون ضيفه خفيفه، اكون قادره اوصل معلومه واكون تستفادوا مني. خليكم معايا. بس حبايبي اول ما يغلي معايا هننزل بقى بقيه المكونات بتاعتنا في قلبها كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الهواب. ما شاء الله حبيب قلبي حاجه كده تحفه بجد. ما شاء الله ما شاء الله. نفضي كل الكميه كده حبيب قلبي، افضيها بس وارجع معاكي تاني. خليكم معايا. بس حبيبي هو كده غلي، هندفع عليه بقى ونشوف اي صاج ولا الحاجه اللي احنا عندنا اللي موجوده عندنا نعمل فيها. ما نقفش على حاجه، خليكم معايا. بس حبيب قلبي ما عنديش بقى السيليكون حبيب قلبي بتاع التشكيل. تمام كده هنعمل ايه؟ عملته حبايب قلبي في الصاج كده يبرد ان شاء الله، وادخله بس الفليزر يتلج وهوريه لكم حبايب قلبي هنقطعوه ازاي وهنعمله ازاي. بسم الله ما شاء الله، هو كده بيبقى حاجه تحفه تحفه ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم مثل حالي وحالكم. يبرد ثواني بس كده حبايبي وادخله الفليزر، لما يطلع ان شاء الله هوريه لكم. خليكم معايا. حبايبي بعد ما طلعوا من الصاج طلعته من الفرن من الفليزر حبايب قلبي، عملنا فيه ايه؟ مسكناه قطعناه كده بالقطاعات بتاعه العجينه حبايب قلبي، قطعت قلوب ونجوم كده زي ما انتم شايفين، والباقيين حطيتهم في السيليكون بتاع الكب كيك. تمام كده، وعندي واحده بس حبايب قلبي على الشكل الفيل زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، او الدبدوب ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه بجد وامانه روعه بالامانه روعه حبايب قلبي. ما شاء الله ما شاء الله، يكفي ان هي نضيفه حبايب قلبي. وانت عامله حاجه نضيفه في البيت للولاد، مش حاجه بقى جايه جاهزه من بره مش عارفين معموله ازاي. ماشي بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي. شايفين الجيلي كولا عامله ازاي؟ ما شاء الله. شايفين حبايب قلبي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله. واجي القطع حبايب قلبي الثانيه، شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايدينا وايديكم حبايبي، ويصلح حالي وحالكم يا رب. حبايب قلبي الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو نول اعجابكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.